دير بالك على حالك خي، الله يوفقه. ماشي، وانت كمان بدك شيء؟ سلام. الله يسلمك. الله يرحمك. هيو، شو يا مين الجو؟ لك هاد اخي. ايوه اخوكي. اي شو لم الشامي على المغربي؟ خرطي لك خرطة بتتصدق يا مخلوقة. اخوكي ومعه سيارة. اختي هاد اخي، حبك تصدقي منيح، ما حبك تصدقي لا الك شي بحر وبلطي. والله مينها؟ لك والله اخي، والله شي ناهي هالاخوكي. لحق تتنشني عليه؟ دخيلك عم نتسلى. هلا من كل عقلك بتصدقي انه واحد معه سيارة بيطلع بوحدة مثلي؟ اخ يا امي. لك ليش هيك عم تحكي لي؟ لانه الدنيا هيك. قل لي شو نوع سيارتك لأقول لك من انت. لك انا بعمري ما رح افهمك يا بنت. ايمك شو نويتي تساوي مشان علاماتك؟ ما رح ساوي شي. يعني بدك تضلي ميبسة راس؟ ما بعرف. طب شو رح تقولي للعميد؟ لانه كمان اليوم حيطلبك. رح حاول استرضيه واضمن له اني خفف مستوى النقد بالدراسة اللي عاملتها، شرط انه ما يقهروني ويضطروني اني غيرها. رشيد وصل؟ طيب خليه يستناني دا يطلع المحل، أنا ساعة زمان بكون عندكم. شو؟ ماشي ماشي ماشي. يسلم وشكرا. تفضل يا بيه. يسلم يا سلوى. قليلي جهزتوا الرباط؟ جاهزين يا بيه. وينه؟ بسيارة المرافقة. ماشي الله معك. هلا ما بدك تقلي ليش اخترت هالمعتر من دون كل خلق الله لحتى تسلموا إدارة الجمعية؟ لك أنا اللي اخترته، هو اختار حاله. أنا كنت عم دور على شاب له 5 مواصفات حتى يزبط مدير جمعية، وزبطت كلها مع رشيد. أولا ذكي، قلبه قوي، بيحب الناس والناس بتحبه، وما تنسى أنه هو واحد جوعان وبنضيع.